أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المشهد المغاربي. بشكل اعتبره البعض مفاجئا، أعلن الديوان الملكي في المغرب عن إقالة الملك محمد السادس لوزير الاقتصاد والمالية والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار محمد بوسعيد. جاء القرار الملكي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما أكده بيان الديوان الملكي. الوزير محمد بوسعيد وضع نفسه في عين العاصفة في عاصفة انتقادات بسبب تصريحاته تحت قبة البرلمان بشأن حملة المقاطعة، إذ وصف المقاطعين بالمدوخ. ومنذ ذلك الحين ويطالب نشطاء بإقالة الوزير وزير الاقتصاد والمالية من منصبه. فهل أن إقالة الوزير جاءت بسبب حادث معين أم هي متعلقة بحصيلة الوزير؟ وما تأثير إقالة وزير من التجمع الوطني للأحرار على الأغلبية الحكومية؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش. أحدث القرار الملكي بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة رجة في المشهد السياسي المغربي، أعادت إلى الأذهان ما عاشته حكومة سعد الدين العثماني من إعفاءات على خلفية تعثر مشروع الحسيمة منارة المتوسط. وفي الوقت الذي وجه فيه إعفاء التجمع بوسعيد من مهامه الوزارية بصمت وتجاهل في المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، كان تفاعل المواطنين لافتا في وسائل التواصل الاجتماعي. متابعون يرون أن إعفاء بوسعيد من منصبه كوزير للاقتصاد والمالية يأتي لعدد من الأسباب، من بينها تأخر التأشير على الميزانية المرصودة في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي عرفت مشاريعه تعثرا وتأخرا في الإنجاز، مرتبط بتوفير الموارد المالية وهو ما يقع ضمن مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن تدبير ملف تحرير المحروقات وكذا ملف تفويت شركة سهام للتأمين إلى شركة في جنوب إفريقيا، علما أنه من الناحية السياسية فمحمد بوسعيد ينتمي إلى نفس الحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه مالك مجموعة سهام مولاي حفيظ العلمي. في حين يرى آخرون أن قرار الملك بإعفاء محمد بوسعيد لا علاقة له بأحداث ملف الحسيمة ولا بتقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمه للملك بشأن تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، ولم يكن أيضا مرتبطا بما أثاره الوزير المقال من جدل بشأن تصريح حول الداعين لحملة المقاطعة والذين وصفهم بالمداويخ، مؤكدين أن قرار الملك لا يمكن ربطه بحدث معين بل ذلك مرتبط بحصيلة الوزير على رأس الوزارة. إقالة بوسعيد قد يؤدي إلى تعديل حكومي موسع في ظل انتظار قرار الملك بخصوص طلب الحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة إعفاءه من منصبه، مما قد يفتح الباب أمام شخصيات غير حزبية تتولى مناصب وزارية وازنة تساير دينامية الملك في فتح أوراش كبرى وإتمام أخرى، تفعيلا لخطاب العرش الذي وضع استراتيجية واضحة لعمل الحكومة. مشاهدي الكرام، للتعليق إذن على هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا الزميل محمد فنيش الكاتب والإعلامي. مرحبا بك محمد، أهلا وسهلا بك. فيما يتعلق إذن بإقالة وزير الاقتصاد والمالية، هل هي كما يقول البعض متعلقة بحادث معين؟ ربما مسألة هذه اتهام المقاطعين بالمدويخ تحت قبة البرلمان أثارت ردة فعل كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، هل هي متعلقة بهذا الحادث كما يظن البعض أم أنها متعلقة بتقييم حصيلة هذا الوزير؟ بالعودة إلى بلاغ الديوان الملكي، جاء الخط العريض للإعفاء هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي الأكيد أن إقالة أو إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد جاء ارتباطا بمهامه سواء
عبر تقصير. الأكيد أن عبارة كلمة مدوخ التي قالها في البرلمان أثارت ضجة كبيرة من وردت فعل غاضبة من طرف المغاربة، كلام غير محسوب، كلام لا يقال من مسؤولين سياسي يتلقى يعني دعم من الشعب المغربي، سواء من الدعم المعنوي والدعم المادي كذلك. هو حزبه كذلك بالضبط، هو الحزب، وبالتالي لا يمكن لك في الوظيفة السياسية أن تتعالى على المغاربة. من أراد أن ينظر للمغاربة نظرة أخرى يتجه إلى القطاع الخاص ويترك القطاع العام والعمل الحكومي والعمل السياسي في جانب آخر. الأكيد أن هناك رسالة من القصر الملكي أنه الملك يتابع، أنه الملك لا ينتمي للانتقائية الحزبية التي تحاول بعض أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة أن تشيطن الآخر على حساب الآخر. بدأت إيضاحات. الأكيد كذلك أن الشعب المغربي ينتظر إعفاءات أكبر، لكن عندما نعود لمواقع التواصل الاجتماعي هناك سؤال عريض، لماذا الإعفاء دون تطبيق القانون والمحاسبة والتدقيق والمحاكمة؟ لماذا السجون المغربية بنيت فقط للفقراء وللمواطنين العاديين؟ لماذا لا نرى وزير داخل السجون المغربية مع المجرمين؟ لأن الجرم داخل الوزارة لا يختلف عن الجرم في الشارع العام. وقعت إعفاءات هذه اللي سبب بالزلزال السياسي، أربعة وزراء تم إعفاؤهم إضافة للوزير. الآن نحن أمام 5 وزراء. ربما، لكن محمد لا تنسى أن الإعفاء حينما يقصر الإنسان في عمل يقوم به ليست جريمة في نهاية الأمر. السجن هو لمن ثبت في حقه جريمة، اختلاس أو فساد معين مثبت. هناك تحقيقات مفتوحة الآن حتى في الوزراء الأربعة لأن وقع إقالتهم في الزلزال السياسي لم يكشف بعد عنه، لكن قيل أنه ديوان المحاسبة يوم قبل خطاب العرش وجه اتهامات ثقيلة للوزير بوسعيد بمسألة التفريط بمسؤولياته في ملف الحسيمة منارة المتوسط وتخلف وزارته عن أداء ما يجب الأداء به. في إحصائيات الآن ونحن نحضر الموضوع عن تراجع في الاستثمارات الأجنبية في المغرب في النصف الأول من سنة 2018 تقدر بأكثر من 33%، يعني من 15 مليار ريال إلى 10 مليار درهم فقط. وكل هذا طبعا من باب المسؤولية مربوطة بالمحاسبة يقع إقال هذا الوزير. إذن ما قام به قد يكون تقصيرا يقول بعض، لكن ليست جريمة تستوجب العقاب والسجن إلى غير ذلك، ليس كذلك. عندما ننظر إلى التراجع الذي يقع للمغرب سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، العمل السياسي، على المستوى الحقوقي، على مستوى القضاء والعدل، أنا بالنسبة لي جريمة. أنت على رأس قطاع، كل قرار، كل تلاعب في الاستثمار يؤثر بطريقة أو بأخرى إلى نتائج سلبية يؤدي ثمنها الوطن. اليوم المغرب يؤدي ثمن فاتورة، هناك شعب يناضل، هناك شعب يعمل بجد. لماذا المغربي عندما يغادر التراب المغربي إلى أوروبا ينجح وفي بلده يفشل؟ لأن هناك منظومة فساد لا بد لها أن تحاسب عن طريق الردع، ولا يمكن أن استعمال اللغة الدبلوماسية والنصيحة مع المفسدين. المفسدين يفتح لهم القضاء. كذلك لدينا ولات المغرب يعاني من تقصير النظرة في قصر النظر من طرف بعض الأحزاب السياسية، بعض المسؤولين في وزارة الداخلية، وعلاقة ذلك ببعض رجال القضاء. هذه المنظومة أفسدت المملكة المغربية. طموح الشعب المغربي ولا طموح ملك البلاد لن يجسد على أرض واقع. نحن نتابع خطابات الملك منذ سنة 2014 إلى الخطاب ما قبل الأخير، كل الخطابات تتجه إلى نصيحة المفسدين من أجل المساهمة في بناء دولتهم والتراجع عن فسادهم. لم ينفع معهم هذا الخطاب، لابد اليوم من قوة الردع. وتاريخيا في جميع دول العالم لم تنفع النصيحة يوما مع الفساد، والدول التي انهارت يا إما انهارت بسبب الفساد، والدول التي نهضت نهضت بسبب ردع الفساد. خاصة أنه فيه الحديث على لما وقع فصل النيابة العمومية عن وزارة العدل استبشر الكثير خيرا، على اعتبار أنه في شكل من أشكال العمل على استقلالية القضاء وتحويل الملفات. لكن كما قلت أنت كثير من المغاربة ينتظرون نتائج هذه التحقيقات، ينتظرون ملفات تحول إلى النيابة العامة ويأتي الوزير ويقع التحقيق معه في أموال المغاربة، كيف استثمرت، لماذا استثمرت، أين ذهبت. هذا مهم جدا، لأنه يكفي أن واحد من الوزراء يذهب في هذا التحقيق حتى يكون رادع عبرة للآخرين. عندما تسجن مواطن بسيط
بتهمة سرقة معينة أو بتهمة مخالفة قانون السير أو بتهمة أي شيء تعطي عبرة لباقي المواطنين المغاربة أو اللي هو نفسه مش معاش لا يعيد يعني مرة أخرى وتعطي كذلك رسالة للآخرين. طيب. بالتالي اليوم إذا ما تجاهلنا القضاة، هناك قضاة في المغرب، بعض القضاة ما احترمنا النزهة منهم من الشرفاء منهم، هناك من لهم ضمير حي لديهم مبلغ مثلا $1,000 في الشهر، ثروته لا يمكن إثباتها بأي طريقة وبالتالي لا تتناسب، نعم. لا تتناسب مع الأجرة، نعم. وبالتالي هذا عمل مفتوح وواضح وواضح. إذن يقولون يقولون استقلالية القضاء، لكن هذه استقلالية القضاء هي الكارثة العظمى للمملكة المغربية. لا بد من مراقبة القاضي، لا بد من إحداث جهاز لا أدري ما يسمى تفتيش أو جهاز استخباراتي يراقب ثروة القضاء، ثروة القاضي هنا. لأن عندما نذكر خروج بريطانيا من الحرب العالمية الثانية ماذا قال تشرشل؟ قال إذا كانت وزارة العدل بخير ستكون بريطانيا بخير، وفعلا إذا لا بد من ضبط، لأن غيروا كما تفضلت أنه فصلوا النيابة العامة عن وزارة العدل، لكن القضاة هم أنفسهم وكلاء الملك هم أنفسهم لم يتغيروا، وبالتالي لا بد من إحداث زلزال داخل القضاء والنبش في ثروات وكلاء الملك، ثروات القضاء، وأنا ذاك ممكن إصلاح جهاز القضاء. ثم الحديث عن مسألة استقلال القضاء لا تعني يعني عدم وضع ومراقبة كذلك ثروة القضاء وأملاكهم. يقال أنه أحد أهم تقدم الدول هو محاربة الفساد. بالضبط. وهناك نماذج كثيرة في إفريقيا نفسها. بالضبط. التي يتجه إليها المغرب. رواندا التي خرجت من الحرب البارحة. الآن بعد حرب يعني دامية أكثر من مليون شخص. بالضبط. تقريبا ذهبوا. بالضبط. بسبب محاربة الفساد بصدق وبوضوح. يعني تجاوزت من أحسن الدول, الدول الإفريقية في نسبة نسب النمو. بالضبط. أثيوبيا 10% تحقق. بالضبط. نسبة نمو. بالضبط. أكبر ثاني دولة في إفريقيا. لكن الرجل بوسعيد ينتمي إلى حزب اللي هو تجمع الوطني للأحرار. نعم. هذا حزب مشارك في الحكومة الآن، وهو أحد الأحزاب المهمة في الساحة والمشهد المغربي. هل لإقالة هذا الحزب تأثير على صورة الحزب في حد ذاته بتقديرك؟ عندما غير الحزب مزوار أمين عمه السابق وجاء عزيز خنوش، نعم. اتجه بخطى، انتظر المغاربة أن هذا بديل، لأن المغاربة فقدوا الثقة، أو جزء من المغاربة الكبير فقد الثقة في حزب العدالة والتنمية، فقدوا كذلك في بعض الأحزاب الأخرى، وبالتالي لا بد من بديل. ظهر عزيز خنوش فنظر له المغاربة بترحاب، جاءت المقاطعة فتجبر عزيز خنوش، ونتذكر تصرفاته التي أدت إلى سخط المغاربة عليه. كذلك حاول أن ينظر إلى المغرب أن من يحمل يملك المال ممكن أن يتبعوا المغاربة. المغاربة لا يبحثون عن المال، يبحثون عن بناء مؤسسات، بناء قوي، بناء اقتصاد، بناء قوي، بناء العدالة، بناء قوي، وبالتالي لا بد من النزول من هذا البرج العالي الذي ينظر منه البعض إلى برج المواطنين العاديين، والتعامل مع ملفاتهم الشائكة بصدق. ولا يمكن أن البعض يعيش في أموال طائلة جدا، ثروة خنوش تتطور بشكل كبير جدا. أغنى رجل في المغرب يعني. لكن ننظر له منذ مثلا 2013 إلى اليوم تطورت بشكل كبير، الاقتصاد الوطني تراجع بشكل كبير، فكيف يمكن لك أن تقنع المواطن المغربي أن ثروة هذا الوزير تتطور بشكل كبير وكذلك المواطن المغربي يعاني والاقتصاد الوطني يعاني ويتراجع؟ كذلك أعطيك مثال، الجهة التي تم الجهة، نحن لدينا 12 جهة في المغرب، الجهة الوحيدة التي تم توقيفها بقرار من وزارة الداخلية، وهذا قرار غير دستوري، هي جهة قلميم وادنون، يرأسها حزب خنوش. لم يصدر ولماذا أوقفوا رئيس الجهة؟ لأنه يحارب الفساد، ولم يصدر الحزب بيان، ولم يتعاطف مع رئيس جهته. إذن بالتالي كأنها إشارة أن يهرول الجميع إلى الفساد لكي يتضامن الجميع. إذن هناك مؤشرات مقلقة جدا، لا بد البحث في طياتها وفي تفاصيلها. كذلك إعفاء ولي مراكش، تم إعفاؤه وعزله ولم يتم اعتقاله لحد الآن. إذن لا بد، هناك لوبي داخل وزارة الداخلية، مع احترامنا لكل نزهة في داخل وزارة لكن الداخلية، لكن أليس هناك خطى نحو مسألة محاربة الفساد؟ ربما لأنه فعلا المغاربة في هذه الجهة في تونس والجزائر والمغرب متغلغل فعلا وماسك بأعصاب الدولة، لكن فالمحاربة تحتاج إلى وقت طويل، طول نفس،
وخطوات بطيئة قد تكون لكن في الاتجاه الصحيح. لكن هل هناك في المغرب، أنا أسألك بس، هل هناك خطوات تتحقق رويدا رويدا في هذا المجال؟ المغاربة يختلفون عن تونس والجزائر بماذا؟ بالملكية. لديهم نظام مستقر، رئيس دولة أعطاه البيعة، لم يعطيها له بالمقابل، لم يضعوا في شرط البيعة أن هناك يجب أن يكون ابتزاز مالي، لا، أعطوه الحكم، فبالتالي هو مرتاح، الملك في صفة يعني مرتاح من حيث الكرسي ونظام الحكم. إذن عليه أن يمارس صلاحيته كرئيس دولة ويضرب الأرض بالفساد. الشعب الآن لكن يجب أن يجد أعضادا يعني ناصحين إن صح التعبير، غير فاسدين، مستعدين لتقديم كل شيء من أجل المضي في برنامج الملك. عندما لم يجد وسائل وأدوات، قد تكون له نظرة جيدة أو نية طيبة ولكن لا. لكن مسؤولية، أنت عندما تكون في المسؤولية يعني تتحمل المسؤولية، هو ملك البلاد ورئيس الدولة، عليه أن يبحث عن حلول. هناك غضب في الشارع، نحن لا نريد للمغاربة أن يفقدوا الثقة. اليوم هناك فساد يترعرع، هناك إعفاءات، لا توجد هناك ردع، لا توجد هناك حالة على المحاكم، لا يوجد هناك تفعيل تجاه بعض مسؤولي وزارة الداخلية، بعض مسؤولي القضاء، بعض المسؤولين الحزبيين وبعض المسؤولين الحكوميين. وبالتالي يطرح السؤال، هناك الفساد، الملك إذا لم ينتبه إلى خطورة ما يقع في المملكة المغربية، الفساد يريد أن يجعل منه كأنه حزب من الأحزاب الضعيفة، وبالتالي الأحزاب تبحث عن شرعية في الانتخابات. الملك لا يبحث عن شرعية، أعطاك الشعب المغربي الثقة الكاملة على أنك رئيس دولة وبايعك بيعة بدون شروط، عليك أن تقوم بواجبك بواضح النهار وأن تضرب بيد من حديد والشعب من ورائك. الملك لا يقوم بواجبه الآن، محدود الخطابات هذه، يعني هذا كلام لا ينفذ. لا، بمعنى قصدي أنه بعد الخطاب الآخر وقع الإقالة بتاع 4 وزراء، الآن إقالة وزير واجتماع مباشر ب10 وزراء لتفعيل ما ورد في الخطاب. يعني على الأقل يعني نحن من بعيد نحكم بما نراه في وسائل الإعلام أن هناك تحرك ومحاولة للإنجاز على الأقل. الملك، هناك إجماع من المغاربة على الملكية، نظام شرعي مقبول يدافعون عنه، عليه أن يدافع عنهم لأنه رئيس الدولة. إذن هناك مؤشرات من مواقع التواصل الاجتماعي، من وسائل الإعلام، يطالبون من ملك البلاد بوقف هذا الفساد. الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، نعم، إذن مؤسسة القضاء ينخرها الفساد، وزارة الداخلية ينخرها الفساد، عمال ومولات مرتبطين مع بعض المنتخبين، وبالتالي العملية الانتخابية تقريبا من يشارك في الانتخابات 30% من المغاربة فقط، نعم، 70% خارج 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 اللعبة السياسية. وبالتالي على الملك أن يمثل 30% التي يمثلها الأحزاب، ويمثل كذلك 70% التي لا تشارك في الانتخابات. وأظن أن الظرفية الحالية الآن الفساد يحاول إلى هز ثقة المغاربة بالنظام، وعلى الملك وعلى النظام وعلى الخيرين في المملكة المغربية أن يلتقطوا الإشارات وأن يلتحموا مع الشعب المغربي ويتحركوا قبل فوات الأوان. أعود إليك بعد لحظات إلى الرباط. الآن معي من هناك مراسل قناة المغاربية زميلنا نبيل عبد اللاوي، مرحبا بك نبيل. يعني ما هي ردود الفعل سواء على المستوى السياسي الحزبي أو حتى على مستوى التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بإقالة هذا الوزير؟ كيف تقبل المغاربة بمختلف تصنيفاتهم خبر إقالة وزير منذ 2013 إلى الآن 5 سنوات وهو يشتغل في نفس الوزارة؟ مرحبا بك سمير وبضيفك الكريم وجميع السادة المشاهدين. مرحبا. طبعا ردود الفعل على المستوى الرسمي لحد الآن لم يصدر أي فعل رد رسمي، خاصة أن انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس تحاشى تماما الإشارة إلى هذا الموضوع في المجلس الحكومي من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. أما على مستوى التواصل وسائل التواصل الاجتماعي فكانت هناك تعليقات كثيرة جدا تفاعل المغاربة مع قرار الإقالة على اعتبار أنه يأتي بعد خطاب العرش، وتراوحت ردود الفعل فعل المغاربة كلها بين مرحب بالفكرة والمطالبة بمزيد من الإقالات أو الإعفاءات للمسؤولين الذين ثبت تورطهم في التقصير في مهامهم الوزارية. حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه بوسعيد الوزير المقال، صرح رئيسه عزيز أخنوش بأنه يحترم إرادة الملك وبأنه الحزب يعني في كل ما يأمر به الملك، خاصة بعد التوجيهات الواضحة والصارمة في خطاب العرش الذي وضع سقفا زمنيا
للحكومة، خاصة فيما يتعلق بمراكز الاستثمار الجهوية، حيث حدد نهاية أكتوبر لتقديم تقرير في هذا الأمر، مما يعني بأن الحكومة هذا العام لن تخرج في عطلتها السنوية الصيفية، وبالتالي فكل الوزراء باقون في مدينة الرباط في مكاتبهم لتفعيل مضامين خطاب الملك. طيب نبيل، أكيد الذي يسمع أنه مجلس الوزراء لم يتحدث أصلا وتحاشى الحديث في مسألة إقالة الوزير، يعني هذا يثير انتباهه يعني، ويسأل لماذا وقع التحاشي. يعني الأصل كان تطرح العملية، لأنه خاصة وأنه قيل أنه أحد قيادات العدالة والتنمية هو الذي يشغل الآن هذا المنصب مؤقتا حتى تعيين وزير آخر، لماذا لم يتحدث وتحاشى مجلس الوزراء الحديث في إقالة هذا الوزير؟ يعني هو في الأصل المجلس الوزاري ليس من اختصاصاته التداول في القرارات بقدر ما هو يتداول في مشاريع القوانين، وبالتالي فالإشارة إلى الوزير المقال كان عبر تقنية أو اختصاصات مجلس الوزراء، بحيث تمت المصادقة على وزير المالية بالنيابة، وفي الغالب فهو عمارة الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وزير الطاقة والمعادن. وبالتالي فإن هذا الأمر كان طبيعيا جدا بأن سعد الدين العثماني وكذا المجلس الوزاري لم يتداول في خبر الإقالة احتراما لمبدأ اختصاص المجلس الوزاري. ما يهم الآن هو أو ما يطالب به المغاربة هو ربط المسؤولية بالمحاسبة. فحتى البلاغ الديواني الملكي الذي أشار إلى إقالة بوسعيد دبج هذا الأمر بأن هذا الإعفاء جاء طبقا للفصل 47 من الدستور، أي بعد استشارة رئيس الحكومة ومن ثم الإقالة، وكذلك ربطا بمبدأ المسؤولية بالمحاسبة. فهل الإقالة ستنتهي عند هذا الحد أم أن ستكون هناك متابعة للمسؤول المقال وغيره من المسؤولين، خاصة بأن هناك مصادر إعلامية أشارت بأن محمد بوسعيد الوزير المقال قد توجه قبل يومين إلى إسبانيا لأمور شخصية أو لقضاء عطلته السنوية، ولم يتعرض لأي ضغوطات أو لأي شيء في خاصة وأنه كذلك نبيل، لأنه حتى مجلس المحاسبة قدم تقريرا يوم قبل خطاب العرش، وتضمن اتهامات ثقيلة للوزير بالتقصير في مجالات كثيرة، الحسيمة وغيرها يعني من المجالات الأخرى. على كل ننتظر ونرى. نشكرك شكرا جزيلا زميلنا نبيل عبد اللاوي كان معي من الرباط، وأرحب الآن بالقيادي في العدالة والتنمية الأستاذ بلال تليدي. مرحبا بك أستاذ بلال. هل لهذه الإقالة للوزير من أحد الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية، هل لها تأثير على الأغلبية الحكومية الآن؟ من سيعوضه، من نفس الحزب أم هناك ربما من أحزاب أخرى؟ الذي يشغل المنصب الآن هو أحد أعضاء حزبكم العدالة والتنمية. أولا دعني أصحح، فالأمر لا يرتبط بالمجلس الوزاري، المجلس الوزاري هو الذي يحضره الملك برفقة الوزراء، وإنما يتعلق الأمر بالمجلس الحكومي. ثم دعني مرة ثانية أصحح وأقول بأنه عمارة ليس وزيرا للطاقة والمعادن، ولكنه الآن يشغل منصب وزير التجهيز والنقل. أنتقل توا إلى سؤالك وأقول بأنه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها إقالة من طرف الملك، فالملك يستعمل صلاحيته الدستورية وبشكل خاص الفصل 47 في إعفاء الوزراء باستشارة مع رئيس الحكومة، وقد حدث في السنة الماضية من نفس التوقيت بعد خطاب العرش أن تم إعفاء عدد من الوزراء من أحزاب مختلفة، ولم يكن لذلك تأثير على التماسك الحكومي ولا على الأغلبية الحكومية. كل ما هو الآن موجود هو أن كل ما هو متوفر الآن من معطيات أن الأمر يرتبط بإعفاء وزير ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بتعليل واضح هو ربط المسؤولية بالمحاسبة. نعم. بالمحاسبة. طيب. طبعا الرأي العام لم يعرف بالضبط ما هو
وجه التقصير الذي ارتكبه الوزير المذكور، ولكن انطلاقا من السياق، اي سياق الحديث عن اعطاب الميزانيه، وايضا عن المشاكل التي يتعرض لها الاستثمار في المغرب، مما ادى الى تراجعه في الاربع تراجع الاستثمارات الاجنبيه المباشره في الاربع الاشهر الاولى من هذه السنه قياسا الى السنه الماضيه بنسبه 18.6%. كل هذه الامور توضح بالملموس بان الامر يرتبط باخطاء تدبيريه اخطاء تدبيريه ذات بعد بيروقراطي ادت الى خنق منظومه الاستثمار في المغرب، وهو الذي دعا الملك الى التدخل العاجل والانتقال من الرؤيه والانتقال من التعليمات العامه الى الدخول في التفاصيل ودفع الحكومه الى تبني تلك التفاصيل للخروج من عنق الزجاجه باسرع وقت ممكن. إذن استاذ بلال، طبعا هناك اكيد مجلس المحاسبة قدم تقريرا في كثير من التجاوزات الخاصة بالوزير يوم قبل الخطاب، إضافة طبعا أنت ذكرت مسألة الاستثمارات وتراجعها، الأرقام تتحدث عن تراجع بنسبة 33.5% في النصف الأول من سنة 18، هناك تراجع أو عجز في تجارة المغرب الخارجية ب 10.6 مليار دولار مقارنة بأن العجز عادة في السنة كل 10 مليار، بس هذا في نصف سنة فقط. فواضح أن هناك أسباب مباشرة متعلقة بأداء الوزير، بتدبير الوزير لهذا الملف، لكن الآن التدخل في التفاصيل كما ذكرت حضرتك الآن من قبل الملك، يعني هل يدل كذلك على أنه في النهاية هو غير راضي على عمل الحكومة يعني بصفة أوسع؟ يعني ليس بهذا النحو، لأنه إذا حاولنا مقارنة خطاب العرش ل 2017 وخطاب العرش ل 2018 سنجد مفارقة كبيرة. ففي خطاب العرش 2017 كان قدم الملك نقدا قاسيا إلى الحكومة وإلى الأحزاب السياسية خاصة منها ذات المسؤولية، لكن في خطاب 2017 ثمن دور الحكومة وأيضا ثمن دور الأحزاب السياسية وثمن دور أنظمة الوساطة لحل الإشكالات الاجتماعية. الملك في العادة حتى في خطاب العرش لهذه السنة لما تحدث عن النقد قال أنا لا أمارس النقد من أجل النقد ولكن من أجل التحسين والتجويد. الآن هذه الحكومة يعني هناك إشكالات على مستوى الجانب الاجتماعي، وهناك إشكالات أيضا على مستوى الموازنة المالية وعلى مستوى تشجيع منظومة تشجيع الاستثمار. طبعا ينبغي أن نكون منصفين، هناك ظروف خارجة عن سياق المغرب، منها ما يرتبط بارتفاع أسعار النفط، ومنها ما يرتبط أيضا بوضعية الشركاء في الاتحاد الأوروبي. المغرب اليوم يطلب بكل قوة من الاتحاد الأوروبي أن يساعده على أن يقوم بواجباته من أجل مواجهة الهجرة السرية. هناك وضعية هناك مناخ إقليمي ودولي مضطرب خاصة في دول الخليج في علاقتها مع إيران، وهذا ما سيكون له انعكاس خطير على المغرب. هناك علاقات يعني غامضة ومترددة إن لم تكن متوترة بين المغرب والسعودية، يظهر ذلك من خلال عدم قضاء الملك سلمان الملك لعطله في طنجة لهذه السنة، وهذا يمكن أن يكون له انعكاسات يعني انعكاسات سلبية على المغرب، وهذا ما دفع الملك بشكل خاص إلى أن يعني يقدم هذه الرؤية الاستباقية التي من شأنها أن تقوي مناعة المغرب لمواجهة التحديات المقبلة، سواء على مستوى التماسك المجتمعي أو على مستوى تهيئ منظومة استثمار قوية قادرة على جلب الاستثمارات البديلة
للاستثمارات التقليدية التي كان يعرفها المغرب. واضح جدا أستاذ بلال التليدي، أشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا، القيادي في العدالة والتنمية، كنت معي من الرباط. محمد، في باختصار شديد قبل المرور للنصف الثاني من البرنامج، إذن رسائل تتصور أنها وصلت إلى من يعنيهم الأمر من باقي الوزراء في حكومة العثماني، إضافة إلى وصولها إلى رئيس الحكومة العثماني نفسه. فقط ردا على أستاذ بلال تليدي، أظن أن مشكل المغرب ليست، لم يتطرق الخطاب لم يقرب من بعيد للمشاكل الخارجية، ركز على المشاكل صحيح. الداخلية، والمغاربة كذلك لا توجد لهم مشاكل خارجية مع الدول، بالعكس يطالبون بفتح الحدود مع الجزائر، ويعني الأمر هو مشكل داخلي، بنية فساد يتحمل فيها جزء كبير من الأحزاب السياسية، البقرة الحلوب جفت بقيت هيكل عظمي، انتهى الحليب والمفسدون أصبحوا أكثر من مما مضى، وبالتالي لابد من حل عاجل. العثماني كان عليه أن يتحمل مسؤوليته كرئيس حكومة، أن ما اتخذه الملك الآن كان على رئيس الحكومة أن يبلغ عنه قبل. اليوم نحن أمام حكومة تحاول أن تحافظ على الائتلاف الحكومي بأي طريقة، وهنا لا يمكن أن يكون الائتلاف الحكومي على حساب المغاربة. في تطرق مراسل قناتكم إلى مغادرة الوزيرة وذهابه إلى عطلة في إسبانيا، وهذه هي من جزء الكوارث. كذلك عندما تم إعفاء وزير الداخلية غادر إلى فرنسا. الإشكالية أن يجب مراقبة العمال العام الذي يخرج من المغرب. تحدثنا عن الجهة التي تم إعفاء فيها رئيس الجهة، الوالي الذي هو أصبح واليا وأصبح رئيس جهة تبقى لإعفاء رئيس الجهة، هو الآن كذلك في عطلة في لاس بالماس بجزر الكناري بإسبانيا. وبالتالي لا بد اليوم من مراقبة المسؤولين السياسيين والحكوميين وسفرهم من الخارج والتنقلات الأموال إلى الخارج، لأن ذلك يؤدي إلى عبء على تكلفة المواطن المغربي البسيط. وهذه المراقبة جزء كبير منها يقوم بها المجتمع المدني بالضبط. المغربي كل ما يكون قوي كل ما يكون بالضبط. له سلطة وأعين رقابية أقوى تأثيرا. أشكرك محمد، ثم سنذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك مشاهدي الكرام للملف الثاني في المشهد المتعلق بليبيا وأوضاع هناك. تفضلوا بالبقاء معنا.